مكملين عم نتابع كلنا عبر الإعلام مشاهد محزنة موجعة تقطع مع صوت المراسل الصحفي اللي أوقات بيكون مخنوق وأوقات مليان فرح بخروج أحد الناجين من تحت الأنقاض، مشاعر مختلطة بحاول يخفيها المراسل قدام الكاميرا، بس مش كل مرة بينجح. بالنهاية هو إنسان واللي عم بشوفه ويوصفه أكبر بكتير من كلمة وصوت وصورة. بدي رحب بالمصور بكر القاسم عبر زوم من جندريس بسوريا. أول شيء بكر، حمد الله على سلامتك. الله يسلمكم يا رب. بكر، كلنا شفناك على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلنا معك، مع حزنك، مع دموعك. بعدك عم تنام بالسيارة بكر؟ والله لغاية الآن مش عم ننام بالسيارة على طول، يعني بمواقع العمل أكثر ما تكون بالسيارة، باعتبار هلأ أنا ساكن ببيت بس البيت متصدع غير صالح للسكن بالوقت الحالي. نعم بكر، وصف لنا الوضع اليوم بجندريس، شو الوضع الإنساني، الوضع العام؟ جنديرس اليوم هي تعتبر مدينة كبرت خلال سنوات الحرب الطويلة بسوريا، باعتبار أنه النازحين وفدوا لها من كل المناطق، من حلب، من دمشق، من حمص. فيها عدد سكان ما يقارب 300 ل 400 ألف عائلة موجودة. اليوم إذا بدنا بمشهد عام لمنطقة جنديرس العم بريف عفرين، مشهد مدمر، أكثر من 70% من المباني مدمرة بشكل كامل، 30% من المباني غير مدمر بس ولكن غير صالح للسكن. عم نشوف في ناس عايشة ضمن هاي المباني بسبب عدم توافر الإمكانيات الدولية اللي ممكن تساعد هدول الناس، لأنه معظم الناس عم تطلع حلق بنشوفيهم بين الشجر بالأراضي على الطرقات على حواف الأرصفة في خارج المدينة وحوالي المدينة. الإمكانيات والمستلزمات الأساسية للحياة من خيم، من مواد غذائية متوفرة ولكن بشكل كتير بسيط، ما بيغطي تقريبا ما يقارب 5 إلى 10%. بالأخص أنه ما في أي استجابات دولية أو مساعدات دولية إلا قافلة بسيطة مؤلفة تقريبا من حوالي 10 سيارات من الأمم المتحدة اللي دخلت لمنطقة سوريا، اللي توزعت بين إدلب وبين منطقة جنديرس. نعم، ما عم توصلكم مساعدات والحاجات كتير كبيرة. ومن تناشد بكر الليلة؟ الحاجات كتير كبيرة للناس، الناس اليوم ممكن انت وداخلين نحن كل يوم عم نروح على منطقة جنديريس بنغطي الحياة اليومية، معاناة الناس، عم ناخذ قصصهم، عم نسمع وجعهم. ما في اليوم بيت بجنديريس الا ما في وجع، يعني اللي طلع ناجي من هذا الزلزال بس طلع ميت نفسيا من جوا. معظم الناس بتحسها في عندها غصة، في عندها بكا، يعني اللي طلع عايش هو خسران حدا من عائلته. جنديريس اليوم فيه أكثر من 700 ضحية موجودة ضحية هذا الزلزال، اللي طلعوا ناجين حاليا باتوا بالعراء، ما في أي مكان يلجأوا له يركزوا حياتهم فيه. وشو حيبدو يعني كلياتهم، مجرد نحن عم نسألهم خلال المقابلات اللي عم نجريها معهم شو مفكرين تعملوا، بس ممكن باليوم اللي جاي ما عندهم فكرة شو حيعملوا بكرة، شو حيصير، وين حيباتوا. يعني الفكرة الأساسية اللي عندهم اليوم عند أهل جنديرس إنه ولا أهالي المناطق المنكوبة بالزلزال، وين حنبات بكرة، شو حيصير معنا. مجرد المساعدات الموجودة بالمنطقة هون، هي فرق محلية قدمت المساعدات وأهالي موجودين ضمن المناطق اقتسموا حتى الملابس حتى الثياب. يعني أنا بعرف بعض العوائل هون صارت تتبرع بنص ثيابها، سواء ثياب الأولاد، سواء ثياب النساء، سواء ثياب الرجال، عم تتبرع بنص هاي الثياب لأهالي المنكوبين من الزلزال. بكر، أنت مراسل لأحدى الوكالات الأنباء الفرنسية، كنت عم تتنقل، شو اللي فاجأك بمنطقة أعزاز لما كنت عم تغطي؟ يوم صباح الزلزال بأول يوم صورت وثقت بمنطقة أعزاز، ثم انطلقت لمنطقة جندريس وثقت فيها. فنحن عم نتواصل، بعد كانت الاتصال وقتها كتير ضعيف، تم توجيهنا لمنطقة جانا فيها خبر أنه في ضحايا كتير، منطقة اسمها صوران تابعة لمدينة عزاز. ففتت على البلدة مثل
العمل الاعتيادي عم صور وعم موثق الشيء اللي عم بيصير، بدي احاول اخذ مقابلات. فبعض الناس صارت تدلني ليك انه هناك في اسعاف قاض فيك تروح تشوفهم، يعني ممكن تصور لقطات حلوه. نعم فبتفاجئ انه هذا البيت هو بيت عمتي، بكونوا عائله كامله تحت الانقاض 11 شخص. 11 فرد فبهاي توفوا كلهم؟ اللحظه هيك كلهم 11 توفوا؟ شخص نعم، كلهم تحت الانقاض، تعازينا لكم. كلهم توفوا. ف بهيك بتفاجئ بالموضوع، يعني انه ما عرفت شو حاتصرف شو حاعمل، بس هيك انه وقفت انه عم بتفرج. قدرت تصور المبنى؟ كيف وصلت الخبر؟ هون بدك يعني عندك الحالة الإنسانية وعندك المهنية، مهنتك. تماما. انا مو انه صورت المبنى، اخذت التوثيقات من المدينه لوقت اللي وصلت على البيت، صورت البيت، عرفت انه هون بيت عمتي، نعم، فما قدرت اكمل هوني حتى الكاميرا، يعني ما قدرت، حطيتها على طرف ايدي ووقفت العمل. انه انصدمت شو اعمل، لانه هون حتى كان فاق الدفاع المدني والخوذ البيضاء مستنفره بكل المنطقه، وكان معظم التركيز بمنطقه جنديرس لانه باعتبار في عدد الضحايا اكبر الكل، نعم. وما كان في دفاع كتير. حتى اتصلنا بكذا ناس انه تعالوا ساعدونا مشان نشيلهم من تحت الانقاض، بين ما وصلت فرق دفاع اشتغلت عليهم تقريبا حوالي 3 ساعات ل4 ساعات لقدرنا نطالعهم على مشفى، بس نعم، كانوا كلهم فارقين الحياة تعزينا وقتها. لك بكر، وتحية لك، حضرتك من الأبطال اللي عم نحييهم الليلة. بعدك صامد على الرغم من الوجع، الحمد لله على سلامتك قاسم.